نشطاء حقوقيون وبعض أهالي المغتربين اليمنيين الذين رحلوا مؤخرا من المملكة العربية السعودية يتظاهرون الآن في صنعاء أمام مبنى السفارة السعودية ويطالبون باستثناء المغتربين اليمنيين الذين يفوق عددهم المليوني مغترب من قانون العمل السعودي الجديد الذي يمنع أن يعمل أي مغترب من أي جنسية في مكان غير الكفيل الذي استقدمه إلى الأراضي السعودية. هؤلاء يقولون إن اليمن ستتضرر كثيرا إذا ما طبق هذا القانون، وإن أضرارا اجتماعية واقتصادية وأمنية ستعود على البلاد إذا ما طبق هذا القانون. هم الآن يطالبون الحكومة السعودية بأن تستثني المغتربين اليمنيين من ذلك القانون، ويطالبون أيضا بتطبيق ما نصت عليه معاهدة الطائف ومعاهدة ترسيم الحدود اليمنية السعودية التي تنص على منح المغتربين اليمنيين بعض الامتيازات.